أسبوع من سكاي نيوز عربية نقدم لكم حصيلة أهم الأحداث التي حصلت في سبعة أيام وننتقل معكم بين ملفات تقترب من حياتكم وصحتكم ومخاوفكم لنتابع معنا السوريون بين أنياب الجوع ومخالب الحصار إنفلونزا الخنازير ضحايا جدد وقلق من انتشار وباء والفيسبوك مالئ الدنيا وشاغل الناس الأسبوع من سكاي نيوز عربية مع ريتا معلوف في اول ملفات الاسبوع نتطرق الى ماساه يعيشها السوريون على وقع الحرب التي تحصد كل يوم ارواح المئات منهم حيث لم تعد في سوريا الاله الحربيه هي الوسيله الوحيده للقتل بل برز شبح الجوع والحصار الذي تعيشه اكثر من مدينه يفقدها كل يوم المزيد من ابنائها أسبوع كامل في جنيف تحولت فيه حمص إلى قضية دولية من دون أن يفلح المجتمع الدولي خلال المؤتمر في التوصل مع الحكومة السورية إلى نتيجة ينتهي بموجبها جوع أهالي أحياء حمص المحاصرة منذ نحو عام ونصف. ولتعلن دمشق بعد أسبوع من انتهاء الجولة الأولى من جنيف اثنين عن توصلها إلى اتفاق مع الأمم المتحدة يسمح بإجلاء مدنيين من حمص القديمة وإدخال مساعدات إنسانية إليها. الغرب والمعارضه السوريه يتهمان حكومه دمشق باستخدام سلاح جديد وغير تقليدي للضغط على المعارضه المسلحه سلاح التجويع الذي دفع ثمنه المدنيون والاطفال في حمص القديمه ومخيم اليرموك وقبل ذلك في المعضميه بريف دمشق الغربي في حين تقول حكومه دمشق ان على مسلحي المعارضه والذين تصفهم بالارهابيين الخروج من هذه المناطق حتى يتسنى للمدنيين الحصول على الغذاء والدواء وفيما كانت المفاوضات في جنيف تصطدم بجدار الفشل، كان الناس في حمص ومخيم اليرموك ومناطق عديده اخرى محاصره في سوريا يموتون جوعا بشكل يومي ويرسمون صوره عن وضع انساني كارثي لم يشهد له العالم مثيلا في العصور الحديثه. يعيش ماساه ماساه. انا والله كنت بالمخيم بس ما عاد عندي بيت. راح بيتي. مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الذي بقي سبعة أشهر مقفلا في وجه أهله الممنوعين من الدخول والخروج شهد موت عشرات العجائز والأطفال وإجهاض عشرات النساء الحوامل بسبب الجوع وسوء التغذية وانعدام الرعاية الصحية والأدوية أنا يمان على الماء قاعدين على الماء <applause> الله من الله عارف 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 عارف. أنا مخصورين لا أكل ولا شرب لا شيء صرنا مع <applause> آه معونات <في> أولاد ما يصلوا لنا <applause> وين صارت هي؟ لكن الدول العربية صارت دول أجنبية ما صارت وعندما دخلت إليهم مساعدات الأونروا دخل السكان في دوامة من نوع آخر محسوبيات وفساد وتمييز في توزيع المعونات ليحصل البعض على حصته وحصة غيره ويترك آخرون من دون شيء عشرات الصور بثت على الانترنت، تظهر سكان المخيم الجائعين يجمعون الاعشاب البريه لاكلها، غذاء كان ولقرون طعام المواشي في سوريا. جوعانين من الصبح فقت من الصبح بقول لي جوعان ضربته لانه قال لي جوعان. الوضع جوا كثير ماساوي، ما عم ناكل غير هيك عشبه من الارض عم نجيبها اجر العصفوره، ناقصنا كثير اشياء للاطفال، حليب، بيض، هي الاشياء الاساسيه، رز، سكر المأساة السورية والحصار والجوع في مخيم اليرموك دفع نحو 300 ألف لاجئ فلسطيني من سكان المخيم إلى مغادرته باتجاه المجهول داخل الأراضي السورية مع عدم قدرتهم مثل المواطنين السوريين على اللجوء إلى الأردن أو لبنان فيما فضل نحو مئة ألف آخرين الهجرة خارج سوريا أما المصير الأسوأ فكان من نصيب نحو 600 فلسطيني غرقوا في البحر المتوسط فيما كانوا يبحثون عن مستقبل لهم في مكان ما حمص المحاصرة والتي منحها المعارضون للنظام السوري لقب عاصمة الثورة السورية جاع أهلها أيضاً وتحولت أحياء عديدة منها إلى مدن أشباح بعد أن هجرها سكانها هربا من الموت جوعا أو قصفا أو قنصا <applause> هذا الأكل عمالين لمو مشان طعمه هالولاد والولاد كل نهار جوعانين ما عم ياكلوا بدهم أكل صور عديده اظهرت سكان حمص المحاصرين يتضورون جوعا وعطشا وبردا حتى الموت، في حين يقول شهود عيان من داخل المناطق المحاصره في حمص ان الجوع والقصف والموت والدمار تسبب في اضطرابات نفسيه وعقليه لدى الكثيرين من السكان. وفي انتظار الحل الشامل للقضيه السوريه والذي لا يرى كثيرون بوادر قريبه له، تبقى مسألة رفع الجوع عن المدنيين الذين لا ناقة لهم ولا جمل في كل ما يجري قضية أخلاقية يقف العالم في مواجهتها طلع هذا ما حرم عليكم عندكم أهل معنكم أطفال طلع هذا شو هذا إذا حول هذا الموضوع تنضم إلينا من القاهرة المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي في منطقة الشرق الأوسط عبير عطيفة سيدة عبير مرحبا بك معنا في الأسبوع على سكانيوز عربية بداية نود أن نعلم أرقام أدق إن كانت لديكم حول حالات الوفيات بسبب الجوع بسوريا المناطق الأكثر تضررا والتي يتعذر الوصول إليها بأي نوع من الإمدادات طبعا تحديد فعلي لعدد الوفيات التي تمت بسبب سوء التغذية أو بسبب الجوع صعب في الوقت الحالي لأننا ليس لدينا الفرصة للوصول إلى هذه المناطق لتقييم وتحديد ما هو الوضع الأمن الغذائي في هذه المناطق وما إذا كان فعلا نقص الجوع أو نقص الغذاء هو الذي أدى إلى حالات الوفاة ولكن ما نعلمه الآتي هناك 40 منطقة في أنحاء سوريا محاصرة و ويصعب الوصول اليها ان يعني استحاله الوصول اليها بالاضافه الى هذا هناك المحافظات الشماليه الشرقيه بصوره عامه وهي الحسكه ودير الزور والرقه وهي هذه المحافظات الطرق مقطوعه اليها بسبب سيطره بعض الجماعات المسلحه على المناطق المؤديه الى هذه المحافظات مما يصعب عليه الوصول الشاحنات الى هذه المناطق في يوم الثلاثاء الماضي البرنامج اضطر الى اه ثاني عمليه نقل جوي لنقل اه حوالي 400 طن من المواد الغذائيه من شمال العراق الى محافظه طيب الحسكه السيده عبير كيف يتم يعني عمليه الجسر الجوي <applause> الذي قمتم به كيف يتم تامين نقل هذه العمليه هل تجدون تجاوبا من المسيطرين على هذه المناطق اذا ما تحدثنا في هذا الجانب فقط عن شمال شرق سوريا بالنسبة لشمال شرق سوريا عملية الجسر الجوي تمت بموافقة الحكومة العراقية والحكومة السورية وبالتعاون أيضا مع الهلال الأحمر العربي السوري مع بعض المنظمات الخيرية التي نعمل معها على الوصول بالمساعدات إلى الأشخاص الذين يحتاجونها في محافظة الحسكة طبعا بالرغم من أنها عشر طائرات تحمل أربعين طن من المواد الغذائية ولكن هذه قطرة في بحر الاحتياجات في هذه المحافظه المنكوبه لان هي تكفي فقط لاحتياجات ألف شخص لمده شهر، ولكن حجم الاحتياجات رهيب. زملائي على ارض الواقع في مدينه قمشلي في اول يوم لتوزيع المساعدات الغذائيه ذكروا لي ان يعني اكثر من 5000 اسره 5000 اسره جاءوا الى منطقه التوزيع في حين ان المواد المخصصه كانت تكفي 100 اسره فقط. نحن نتحدث عن يعني هذه الاسر مقطوع عنها المواد الغذائيه لاكثر من 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 سته اشهر يعني هناك السيده عبير هناك يعني هناك مزيج بين الفقر، الحصار والحرب ونقص المونات او المعونات الغذائيه لا يوجد سبب واحد لمشكله او ظاهره الجوع التي تفشت مؤخرا صحيح هي مجموعه من العوامل التي ادت الى الموقف او او يعني سوء الاوضاع الانسانيه وعمليه الامن الغذائي المتدهور في سوريا الان نحن نتحدث عن نصف الشعب السوري يحتاج الى مساعدات غذائيه ويعاني من انعدام في الامن الغذائي حوالي تسعة ملايين شخص يحتاجون الى مساعدات غذائيه منهم سته ونصف ونصف المليون شخص م. لا يستطيعون الحصول على هذه المساعدات بدون او على ما يحتاجونه من الغذاء طيب. بدون مساعدات. عبير جيد لدينا معلومات كافيه عن الحرب والظروف ولكن المشاهد في منزله قد لا يستطيع استيعاب تماما كيف يمكن لاي شخص في في هذا القرن ان يموت بسبب الجوع، ما المراحل التي يمر بها الانسان حتى يموت من الجوع حتى ستنعدم كل الموارد لا واننا شاهدنا بعض العائلات تقتات على الاعشاب التي تنمو ولا نعلم ان كانت صالحه للاستهلاك البشري او لا. طبعا اعتقد ان الجسم الشخص الطبيعي يعني يستطيع ان ان يتجاوب بدون غذاء لفتره ولكن بعد مرحله معينه ينهار يعني الخط خط الدفاع الاول للجسم وبالتالي يعني يكون عرضه للامراض اليوم زملائي في حمص ذكروا لي ان احد الاشخاص الذين تم اجلائهم قال لهم ان زوجته توفت من حوالي اسبوعين بسبب سوء التغذيه والمرض م. عندما لا يحصل الشخص الطبيعي على ما يحتاجه من من الغذاء بصوره كافيه يكون عرضه للامراض وعرضه الاسباب كثيره وبالتالي يكون سبب الوفاه بت... ربما يكون هو مرض ولكن اذا حصل الشخص على التغذيه السليمه ربما تكون عنده قدره على المقاومه. نعم اشكرك جزيلا عبير عطيفه المتحدثه باسم برنامج الغذاء العالمي من القاهره، شكرا جزيلا على المشاركه معنا. اذا قبل ان نستكمل هذه الحلقه مع اهم احداث الاسبوع نتابع هذا الموجز لاهم الاخبار. على الرغم من ان الشرق الاوسط اعتاد خطر الحروب والنزاعات الا ان خطرا جديدا يضاف الى القائمه هذه الايام انها انفلونزا الخنازير التي يبدو انها عازمه على عوده قويه هذه المره لتحصد ارواحا جديده وتثير الرعب والقلق بين ابناء المنطقه. يذهب ويعود ويختفي ويتحور. ليهاجم مجددا فيروس H1N1 المسمى بإنفلونزا الخنازير نوع من فيروس الإنفلونزا الإسبانية التي أصابت الخنازير والبشر وحصدت الملايين عام 18 من القرن الماضي يعود الفيروس هذه السنة ليجتاح الشرق الأوسط من بوابة مصر السلطات المصريه لم تبق مكتوفه الايدي وهي تسابق الزمن للحيلوله دون انتشار المرض الذي يواصل هجومه على هذا البلد للعام السادس على التوالي السنة دي دخل العيادات في فصل الشتاء من أول ديسمبر 234 ألف أو 250 ألف حالة توفي 24 حالة فقط العامل المصاب أنهم تأخروا في طلب المساعدة الطبية فبالتالي تمكن المرض منهم مع مساعدة عوامل الخطورة بيؤدي إلى الوفاة لا قدر الله وزارة الصحة المصرية تؤكد أن المرض لم يخرج عن نطاق السيطرة بعد لكن بالمقابل تتعالى رسائل التحذير من نقابة الأطباء بشأن خطورة الوضع الصحي في مصر مع وجود قرابة 200 مصاب على مستوى البلاد H1N1 يمكن بعد سنتين ثلاثة أو خمس سنين يبقى اتش 7 ال 70 يعني لان انفلونزا انفلونزا فيروس بيتحور بنفسه فهو حاليا موجود وهيكون موجود لسنوات وممكن انه يتحور بعد سنه او سنتين او ثلاثه لما يتحور ممكن يبقى وباء آخر هذه الأوبئة كان عام 2009 حين بدأ انتشار العدوى في المكسيك ثم انتقلت بصورة سريعة إلى الولايات المتحدة وكندا ثم إلى عدد كبير من دول العالم وقد تجاوز عدد الوفيات حسب إحصاءات منظمة الصحة حتى نهاية يناير 2010 الخمسة عشر ألفا في 2014 أي بعد أربع سنوات من السبات عاد الفيروس إلى الظهور في الولايات المتحدة ومصر اعراض المرض تشبه اعراض الانفلونزا الموسميه وتتمثل في ارتفاع مفاجئ لدرجه الحراره وسعال والم في العضلات اضافه الى اجهاد شديد كما ان السلاله الجديده تسبب الاسهال والقيء ويعالج المرض بمثبتات انزيم النوراميداز الذي يشمل الدواء المعروف تاميفلو وبسبب مخاوف من تطوير الفيروس مناعه لهذه الادويه تنصح منظمه الصحه العالميه باستخدامها في الحالات الحرجه او لمن يشكون من امراض نقص المناعه ينضم الينا في الاستوديو الاستشاري او استشاري الامراض الباطنيه والصدريه والامراض الوبائيه المعادية الدكتور طارق عبد الهادي، دكتور طارق مرحبا بك معنا في الاسبوع. بداية على ما يبدو ان انفلونزا الخنازير بات يهدد على الاقل مصر ب24 حالة وفاة منذ شهرين وما يقارب ال280 اصابة. كيف يعلم المرء انه مصاب بانفلونزا الخنازير؟ يعني ما الذي يميز هذه الانفلونزا عن الانفلونزا العادية من دون نتائج يعني من دون أن يحلل؟ المرء مثلا يقوم بتحليله هو, آه هو في طبعا في اشياء تشير الى ان قد يكون الشخص ده عنده انفلونزا الخنازير لو كان زار اي في في حديث تاريخ حديث ان هو زار مكان او راح لبلد فيها ينتشر فيها السواين فلو او انفلونزا الخنازير والبلد دي كان ظهر فيها حالات سواء كانت بين الخنازير او بين البني ادمين او بين الخنازير والبني ادمين دي اول حاجه ان يكون في تاريخ حديث ان هو ذهب الى مكان فيه هذا الكلام نمره اثنين بيكون في بعض اعراض بتميز انفلونزا الخنازير عن خلينا نقول أول ان الانفلونزا دي عباره عن مجموعه اعراض بتصيب الجهاز التنفسي بالذات الجزء العلوي من الجهاز التنفسي وقد يصيب الجزء السفلي <applause> وقد يصحبه أعراض تانية في الجسم أو في أعضاء أخرى في الجسم لكن الإنفلونزا بصفة عامة تشتبه مع كثير من الأمراض اللي هي برضو تعمل أعراض متشابهة او مشابهه للانفلونزا بنسميها انفلونزا لايك في فرق مم. بين مرض الانفلونزا او الفلو مم. والفلو لايك سيمتومز في كثير من الفيروسات ممكن تعمل اعراض مشابهه للسواين فلو او للفلو بصفه عامه ولكن ليس هناك ما يميز لا من في حيث فيه الاعراض في في اشياء بتميز يعني في بعض الاعراض مم. الاكلينيكيه ممكن تميز اكلينيكيا لكن هي بتشير ان قد يكون هذا الشخص عنده السواين فلو ماذا؟ زي اعراض يعني. الإكلينيكية زي الحراره تبقى اعلى مم. المرض يجي بصوره اكثر حده واشد قسوه يعني تبقى الاعراض بنسميها مور سيفير و ومور اكيوت لما تيجي الاعراض مور سيفير و ومور اكيوت مع حراره عاليه هاي فيفر تزيد عن 38 ونص او 30 او اكثر مع كحه ناشفه بيبقى فيها البلغم قليل جدا مع الالام بتبقى غالبا في نسوان فلو اكثر حده واشد من الالام اللي بتبقى موجوده في 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 الجسم مع الاستنفارات اذا هي نفس الاعراض ولكن بصوره اشد زائد ان في بعض الاعراض بتميز انفلونزا الخنازير مثلا زي ظهور اعراض اخرى في الجسم ترجيع اسهال اضطراب في درجه الوعي الباك أه. ايك اشد في الانفلونزا الخنازير يعني الام الظهر الالام مش في اي مكان في الجسم في الرجلين في الظهر اكثر حده في الـ في الـ في الراس الصداع بيبقى اشد والام العين بتبقى اشد كيف يؤدي الى الوفاه يعني تبدو كانها اعراض ثقيله للانفلونزا كيف يؤدي الى الوفاه لو 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 امكن لو لو المرض خسر من الاول في مراحله المبكره والمريض خد العلاج اللازم سواء كان الانتي فايرال ثيرابي او العلاج ضد الفيروس او الكشف المبكر عن المرض يعني الكشف والاكتشاف المبكر وعلاج وعلاج المبكر ده, ده يعتقدون انها انفلونزا عاديه ربما وهناك تساهل مع الانفلونزا يعني ربما ياخذون ادويه معينه بانادول او ما شابه لتخفيف الوضع لا, لا. لان هنا لا لا لا, لا, يبدي مع السواين فلو او الانفلونزا الخنازير او البيرد فلو الانفلونزا الطيور اللي هي موجوده كمان في بعض البلدان زي الصين ومنطقه الفار ايست موجود فيها الايفيان فلو اكثر من وظهر في وباء طيب حديث في طيب اليوم اه أيوة كما ذكرنا هناك حاله يخشى ان تتحول الى وباء في مصر هناك يعني المصريون ربما في حاله من الرعب من انتشار اه 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 هذه الانفلونزا اه هل وزاره الصحه هي المسؤوله على احتواء هذه الحاله هل المواطنين يجب طبعا. ان يتخذوا تدابير وقائيه كيف يمكن السيطره عليها قبل ان طبعا ممكن السيطره عليها اللي هي البريفنشن اهم حاجه م. هنا المنع او هي بيبقى في ثلاث مراحل اول حاجه ان احنا يقوم بإحاطة المرض بين المصدر الرئيسي اللي هو الخنازير إذا كان فيه خنازير أو مزارع خنازير هنا البريفنشن أمانج the بيجز ومنع دي أول خطوة، الخطوة الثانية منع انتشارها من الخنازير إلى البني آدمين ودي خطوة ثانية لها إجراءات أخرى، والخطوة الثالثة منع انتشارها بين البني آدمين، يبقى في ثلاث خطوات هل الحل بقتل الخنازير يعني كانت هناك أصدر في مصر أصدر قرار بتجريم تربية الخنازير ومع ذلك نرى هذه الإنفلونزا تعود لا لا الموضوع م. الموضوع مش إن هو تجريم تربية الخنازير، الخنازير دي مخلوقات خلقها ربنا أوه. مش إن احنا لو شلناها هيتشال المرض هو في الأول منع الـ الـ المرض بين الخنازير بمعنى إن هو اكتشافه المبكر بين الخنازير وعزل الخنازير دول وعزل الحيوانات اللي هي المصابة بالمرض طبعا اللي ظهر فيهم المرض بصوره واضحه هو ممكن ان احنا نقضي عليهم يعني الخنازير تذبح أو, او تحرق او تزال <applause> <applause> لكن مش هنقضي على كل ما زال على الخنازير <applause> موجود نمنع بقى انتشارها من من الحيوانات المصابه <applause> الى الحيوانات الاخرى ثم انتقالها من الحيوانات الى البني اشكرك جزيلا الدكتور طارق عبد الهادي استشاري الامراض الباطنيه والصدريه والامراض الوبائيه شكرا على, على مشاركتك هذه المعلومات دي بي. دي بي. دي بي. إذن الآن إلى استعراضٍ سريعٍ لمختلفِ أحداث هذا الأسبوع مع سامي قاسمي أفاقت مدينة الهرمل شرقي لبنان مطلع الاسبوع على تفجير انتحاري أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وتعتبر الهرمل أحد أهم معاقل حزب الله في اليوم نفسه استمرت أعمال مؤتمر ميونخ السنوي للأمن في دورته الخمسين وشارك في المؤتمر نحو عشرين من رؤساء الدول والحكومات وكان على رأس القضايا المطروحة الازمة في سوريا الثاني من فبراير تطورات أمنية متلاحقة في اليمن اذ تمكن المقاتلون الحوثيون من الاستيلاء على مدينه حوث ومنطقه الخمري في محافظه عمران شمال اليمن بعد اشتباكات مع قبائل حاشد وفي الشان السوري صادفت سكاي نيوز عربيه رئيس الوزراء الايطالي انريكو ليتا وقال ان حل الازمه لا يتم الا بتشكيل حكومه انتقاليه واضاف ان التركيز الان ينصب على عمليه نقل وتدمير الاسلحه الكيماويه السوريه في يوم الاثنين الثالث من يناير لم تمضي 48 ساعة على تفجير الهرمل حتى استهدف تفجير ثاني منطقة الشويفات جنوبي العاصمة بيروت مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة عدد آخر وضمن سلسلة تقارير سكاي نيوز عربية تجولت كاميراتنا في بعض البلدات والقرى شمالي لبنان ورصدت آثار القصف والدمار حيث تقوم القوات الحكومية السورية بعملية عسكرية كبيرة لاستعادة بلدة الزارة وقلعة الحصن الاستراتيجية الثلاثاء الرابع من فبراير سلطت سكاي نيوز عربية الضوء على قصة إنسانية مؤثرة بطلتها امرأة مغربية. فبعد وفاة زوجها وأختها بسبب السرطان، قررت هذه المرأة فتح بيتها في الرباط مجاناً وتحويله إلى جمعية لإيواء مرضى السرطان. وتقول مسؤولة الجمعية إنها تستقبل نحو أربعين حالة من مرضى السرطان. يوميا في تونس أكد وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أن كمال قبقاضي المتهم الرئيس في اغتيال اليساري المعارض شكري بالعيد قتل مع ستة آخرين الاربعاء الخامس من فبراير رصد تقرير دولي للامم المتحده انتهاكات جسيمه يرتكبها طرف الصراع في سوريا ضد الاطفال وذكر التقرير ان مسلحي المعارضه يجندون اطفالا للمشاركه في القتال كما اتهم التقرير القوات السوريه باحتجاز وتعذيب اطفال من متابعتنا عدد سكاي نيوز عربيه تقريرا من غزه تناولت فيه تنظيم حركه فتح عرسا جماعيا لخمسين شابا برعايته الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتعد هذه هي المره الاولى التي تسمح فيها حركه حماس باقامه مثل هذه الاحتفالات في اليوم التالي السادس من فبراير اكد المتحدث باسم القوات المسلحه المصريه ان ما نشرته جريده السياسه الكويتيه بشان اعلان المشير عبد الفتاح السيسي الترشح لرئاسه مصر مجرد اجتهادات صحفيه وليست تصريحات مصرية. مباشره. في تونس احيا التونسيون الذكرى الاولى لاغتيال المعارض شكري بالعيد وقد اصدر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي قرارا يقضي باعتبار السادس من فبراير يوما وطنيا لمناهضه العنف السياسي. نعود الان الى ريتا. اذا تتابعونا معنا بعد قليل الملف الثالث لهذا الاسبوع. يوم الثلاثاء الماضي مرت الذكرى العاشرة للفيسبوك الذي غير مفهوم التواصل في العالم واجتاحه بمعدلات غير مسبوقة أو متوقعة حتى بالنسبة لمن أنشأه. تجاوز الأمر الدوائر الاجتماعية والاتصال إلى التسبب بثورات واحتجاجات أسقط بعضها أنظمة وهز بعضها الآخر حكومة صلبة. مثل كثيرين من ابناء جيلي يستخدم محمود موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للتواصل مع اصدقائه لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لآخرين جعلوا من فيسبوك أداة سياسية لتحقيق أهدافهم فمن رحم هذه المواقع الإلكترونية خرجت ثورة الخامس والعشرين من يناير وبعد مقتل الشاب خالد سعيد في مدينة الإسكندرية على يد قوات الشرطة وجه شباب غاضبون دعوة للتظاهر وسرعان ما تحولت هذه الدعوات الافتراضية دعوات لإسقاط النظام من خلال احتجاجات على الأرض وصف بانها الاضخم من نوعها في تاريخ مصر. رياح التغيير التي هبت بعد الثوره تحولت احيانا الى عاصفه، وتعرض كثير من مؤسسي هذه الصفحات الى ضحايا سقطوا خلال احداث العنف التي شهدتها البلاد، وتحولت صفحاتهم من المطالبه بتغيير سياسي الى اخرى تدعو بالقصاص لهم. فكرنا احنا كاصحاب جابر ان احنا نعمل حاجه نقول للناس مين جابر. بدانا بانشاء الصفحه. لقينا ان الناس بتتفاعل معانا عايزين يعرفوا اكتر من هو جابر ابتدى يبقى صوتنا في الفتره دي اقوى من صوت الاعلام اللي احنا بنوصله بقى اقوى من صوت الاعلام وصلنا على فكره جابر وعرفنا الناس مين هو جابر ابتدينا عملنا فعاليات يعني كان اول فعاليه للصفحه كان يوم جنازة جيكا لم يكن ما شهدته مصر في الخامس والعشرين من يناير إلا تتويجا لحملات شبابية كانت تتم على مواقع التواصل الاجتماعي إسراء عبد الفتاح كانت أول من دعا إلى إضراب عام بمدينة المحلة الكبرى عام 2008 احتجاجا على ما وصفته بغلاء الأسعار وقمع الحريات الفيسبوك نفسه فيه تولز بتخليك تقدري تتكلمي مع ناس كتيره جدا تناقشي مع ناس كتيره جدا مش موجوده في الحياه الطبيعيه يعني انت لو عملتي اجتماع او حجزتي عشان تعملي اجتماع هتتقابلي مشاكل امنيه هتتعرضي لالغاء الحجز ممكن في اخر لحظه فلقيت ان كل الحاجات او كل المعوقات اللي احنا بنقابلها في على ارض الواقع بنقدر نتجنبها جوه الفيسبوك وعلى الرغم من العراقيل الامنيه التي تواجه مؤسسي هذه الصفحات على حد قولهم فان اصحابها يؤكدون اصرارهم على استكمال ما بداوه من اجل احداث تغيير عجزت عنه وسائل الاعلام الرسميه طيله عقود لم يدرك مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج أن هذا الموقع الإلكتروني الذي أنشأه للتواصل مع أصدقائه سيكون قائدا للتغيير السياسي في بعض البلدان العربية وصانعا لما يسميه البعض الربيع العربي أي كاي نيوز عربية القاهرة ينضم الينا من القاهره عضو المكتب التنفيذي لتيار الشراكه الوطنيه شادي غزالي حرب، سيد شادي مرحبا بك معنا في الاسبوع، بدايه من خلال دورك يعني في ثوره الخامس والعشرين من يناير في الثوره الالكترونيه ان صح التعبير في شقها الالكتروني، برايك هل كانت الثوره في مصر او حتى الحراك في بلدان عربيه اخرى كان لينجح لولا الفيسبوك؟ آه لا لا يمكن ان نضع كل الـ 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 الرهانات على طريق واحد فالفيسبوك هو وسيله مهمه من الوسائل التي اشعلت الثوره ولكن ان لم يكن هناك مناخ مجتمعي سائد يسود في لا اقول العداء ولكن عدم قبول النظام والسياسات الحاكمه وعدم قبول الاسلوب الذي تنتهجه ينتهجه النظام الحاكم والذي انتهجه نظام مبارك في ذلك الوقت لم يكن للفيسبوك ان ان يؤثر في شيء ولكن ما حدث ان الفيسبوك كان قناه بديله ومحور مختلف لم يكن يضعه الامن وقتها في في الحسبان اصبح مكانا لتجمع الشباب واصبح ايضا مكانا والتنسيق بينهم أيضا. لاطلاق العنان للاطلاق العنان للافكار المختلفه والافكار الافكار المبتكره والجديده وطرح الافكار عن كيفيه التصدي بالطريقه السلميه لهذا النظام القمعي ولذلك وتحول بعد ذلك الى التنسيق ايضا لبعض الفعاليات وكان قمتها طبعا في 25 يناير 2011 ولهذا لا نستطيع ان نقول ان الفيسبوك انها ثوره الكترونيه ان الفيسبوك هو الذي اشعلها ولكن المناخ المجتمعي والمناخ السياسي الذي وصل لانسداد حقيقي في عام 2010 بالذات في مصر هو الذي يعني كان له العامل الاكبر في طيب سيد شادي ارجو ان تبقى معنا سنناقش المزيد حول هذا الموضوع ولكن بعد ان نستعرض جانبا اخر من جوانب الفيسبوك يعني في عيده العاشر فكما نعلم انه منصه للتواصل والتحرك ولكنه في نفس الوقت يبدو انه بات لشباب في فلسطين منصه اخرى للحلم حلم باراض حره وسلام منشود في الذكرى العاشرة لانطلاقة فيسبوك يضع الشباب على هذا الموقع أمنية هي أقرب للحلم لو فلسطين مش محتلة سؤال شكل عنوانا لموقع على فيسبوك ومع بساطة الكلمات إلا أن الإجابات عليه بدت واسعة الأفق وتشابكت بين ماض حالم وحاضر معقد ومستقبل مجهول كنا قاعدين على دوار نابلس أنا وصديقي اللي احكي لي هو لو فلسطين مش محتله كان يعني احنا هلا بنصيد سمك بحيفا بيافا بعكا وبعديها انطلقت الفكره يعني انه حبيت اسمع اكثر من واحد لو فلسطين مش محتله كان شو كان شو كان شو كان احنا يعني اول شيء مش لاجئين في وطننا كان فيش حواشس كان الاسرى اللي حاليا في السجون كان هلا هم في الحريه بنعموا في الحريه برا السجون جل الاجابات اجمعت ان الاحتلال هو سبب معاناه الفلسطينيين الاول معاناه تلخصها حالات كالمخيم والجدار وتقطيع الاوصال والعنصريه بين المخيم والمدينه والحرمان من الوصول الى البحر او السفر وحتى الحب اصبح في زمن الاحتلال مستحيلا على حد تعبير رواد الصفحه. هذا الموقع مهم من ناحيه ابقاء كل هذه الرموز رموز الهوية الوطنية والعربية الجمعية حاضرة في عقول وذاكرة ووعي هاي الأجيال لأنه كثير مهم لأنه اليوم في هناك تراجع هائل في الثقافة الوطنية ومع صعوبة الواقع واستحالة الخروج من بوتقة المجهول لم يبقى للشباب الفلسطيني إلا أن يختزلوا أحلامهم في سؤال افتراضي يبنى على جواب افتراضي في عالم افتراضي لجوء الشباب الفلسطيني إلى العالم الافتراضي عالم الانترنت للتعبير عن آمالهم وأحلامهم وطموحاتهم فسره البعض ما بين محاولة لاستنهاض الذاكرة الفلسطينية وما بين إحباط من الواقع المعاشي والمستقبل في راسلوت في سكاي نيوز عربية رام الله مجددا مع ضيفنا عضو مكتب التيار التنفيذي لتيار الشراكه الوطنيه شادي غزالي حرب سيد شادي كما تابعت معنا الفيسبوك اضحى منبرا للحلم ايضا في واقع افتراضي هذا ما ينقلنا للسؤال التالي الى اي مدى غير الفيسبوك فعلا في العادات الانسانيه في في واقعنا بدنا نستبدل المجتمع بالانترنت عبر الفيسبوك إذا جاز لنا أن نعبر أن الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام أحدثت ثورة، هي فعلاً أحدثت ثورة في التفكير لهذا الجيل من الشباب ووجدت إليه قناة مشتركة ووسيلة تواصل وحوار مشتركة وأقربت ما بين اللغات الشباب حتى في مختلف البلدان على مستوى العالم فتحت أعين الكثير من الشباب على ما معنى التعبير عن الرأي وحرية التعبير عن الرأي والديمقراطية في البلاد المختلفة ولهذا أعتقد أنه أطلق العنان لكل الشباب لأن يحلموا كما حلم الأخوة في فلسطين وكما يحلم الأخوة في مصر وما زالوا يحلموا حتى الان بالعيش والحريه والعداله الاجتماعيه والكرامه الانسانيه اطلقوا لنفسهم العنان لكي يستمر هذا الحلم حتى وان لم وان م. لم نستطع تطبيقه في الواقع العملي ولكن الفيسبوك الان هو الطريق، الفيسبوك والوسائل الاخرى مثل تويتر وما الى ذلك هي ولكن سيد شادي يعني الفيسبوك تحديدا بدنا نستبدل يعني بحياتنا الاجتماعيه بدنا نستبدل الاتصالات الهاتفيه برسائل على الفيسبوك، دعوات مكتوبه بدعوات على الفيسبوك، حتى التعارف والصداقه، كثيرون باتوا يعني يعني ينشئون صدقات على الفيسبوك برايك هل هذا يعني واقع لا مفر منه في ظل هذه الطفره طفره الانترنت التي احدثها الفيسبوك هو واقع لا مفر منه وتغيير لا مفر منه سيحدث لهذا الجيل بالكامل وهنا نشاهد هناك اختلاف بين جيلين الجيل م. الذي لم يعاصر الفيسبوك ولم يعني يجبر عليه والجيل من الشباب الذي يعني اصبح الفيسبوك هو جزء اساسي من حياته ستجد افكارا مختلفه ستجدي توجهات مختلفه ستجدي ايضا يعني ربما شيء من الاندفاع عند هذا الجيل الجديد لان يحول ما يراه في عالمه الافتراضي وهو الفيسبوك على ارض الواقع في مقابل جيل الاكبر لا لا يعي ما 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 يحدث في هذا العالم الافتراضي من الفيسبوك ولا وله هناك بعض المقاومه نعم. لان يتحول هذا الى واقع على الأرض. ايضا ايضا اود من حضرتك ان تبقى معنا ايضا سنتابع ربما زاويه ثالثه لموقع الفيسبوك التواصل الاجتماعي بعيدا عن دور الاجتماعي لهذا الموقع فقد غدا قامه اقتصاديه ومشروعا نقل طلبه هارفرد الذين بداوا مغامره الى صفوف أصحاب الملايين. لو كان فيسبوك بلداً لكاد أن يكون الأول في العالم من حيث عدد السكان. ففي العالم الافتراضي يمتلك موقع التواصل الاجتماعي الأشهر كل مقومات الدولة. شعب واقتصاد وعاصمة هي مقر الشركة الضخم في كاليفورنيا. في الذكرى العاشرة لميلاد فيسبوك مليار مشترك ويزيد وأرباح تقدر بمليار دولار ونصف سنوياً. وعلامة تجارية مسجلة كللت بولوج الشركة لبورصة نيويورك بأقوى طرح في تاريخ الولايات المتحدة واليوم فيسبوك عم يتجه بمنح اقتصادي بحت القضية شوي زادت عن حد صار شوي مزعج الوضع بالنسبة للمستخدمين خصوصي أنه معلوماتهم أصبحت منتهكة وخصوصيتها انكشفت للجميع الشركات التجارية اللي ما بتعرف كيف رح تستخدم هاي البيانات بيد أن أداء فيسبوك لم يقتصر على تطوير التفاعل الاجتماعي اذ تعداه ليشمل بناء امبراطوريه ماليه. فقد اعلنت الشركه قبل ايام عن اقوى نمو للايرادات في عامين في ظل استمرار نمو مبيعاتها من الهواتف الذكيه والاعلانات التي بلغت 375 مليون دولار حتى الربع الاول من العام الماضي. فكيف يؤثر كل ذلك على انماط الشعب الفيسبوكي في النواحي الاقتصاديه والاجتماعيه؟ لا أحب فكرة وضع إعلان في فيسبوك، لكن هناك بعض الإعلانات التي تجذبك. لدي قناة يوتيوب ومن أجل ترويج الإعلانات على هذه القناة، يجب أن أقوم بدفع رسومها لفيسبوك. إنه أمر سلبي لأنه يعكس استغلال الشبكة للمستخدمين. انتقال فيسبوك من هدفه الأول الذي أسس عليه إلى استثمار مدر للدخل، يطرح تساؤلات كبيرة حول البعد المادي الجارف الذي بات يتسم به الموقع. فقد حذرت شخصيات أكاديمية وعلمية من أفول نجم الفيسبوك على غرار مواقع سابقة للتواصل الاجتماعي فلكل جديد جديد ولكل صعود هبوط في ظل الحديث عن تراجع أعداد المستخدمين منطق ترفضه الشركة بالطبع فيسبوك إذا في سن المراهقة بعد سنوات الصبا العشر ما من مبحر في ثنايا الإنترنت إلا ويملك صفحة زرقاء اللون وما من طامح في الثروة إلا ويحلم بسهم فيسبوكي مدرار للمال وبين هذا وذاك يواصل مارك زكربرغ بناء الثروة له ولطفله المدلل محمد الأحمد سكاينيوز عربية واشنطن نعود الى ضيفنا شادي غزالي حرب سيد شادي في الشق الاقتصادي الى ماذا ترى ان الفيسبوك بات يستغل في الترويج لمنتجات في الترويج ربما لشركات عبر صفحات دعائيه اعلانيه لهم او حتى يعني يقتحمون مواقع مشاهير معينه للترويج لمنتجاتهم اعتقد ان الفيسبوك الان اصبح البوابه الذهبيه ل... لجيل معين مرحلة عمرية معينة ربما تتراوح من 18 إلى 40 عام <applause> آه و يعني هو الوسيلة المثلى للوصول لهم بالمنتج أيا كان هذا المنتج الاقتصادي أو حتى المنتج السياسي فمثلا نحن نرى أن أي مرشح سياسي يستخدم الفيسبوك مرشح لأي انتخابات يستخدم الفيسبوك ويدفع ثمن ذلك لكي يروج لنفسه عن طريق الفيسبوك لأن هذه الفئة العمرية هي الطريق الأسهل للوصول لها هو عن طريق الفيسبوك لانها طريقه تفاعليه ليست مجرد استقبال من ناحيه واحده فقط كما هو في الحال في الاذاعه والتلفزيون وما الى ذلك فبالتالي الطريقه التفاعليه هي الطريقه الاقرب لهذا الجيل من الشباب ولهذا يتم الترويج عن طريق نعم هذه الوسيله واعتقد ان ربما يعني في بلادنا العربيه الموضوع الاقتصادي ليس هو ليس هو السياسي الجميع السياسه يعني على الفيسبوك آم. آم. اشكرك جزيلا بكل الاحوال عضو المكتب التنفيذي شكرا. لتيار الشراكه الوطنيه شادي غزالي حرب من القاهره شكرا علي المشاركه الان الي الفقره الرياضيه في الاسبوع الاسبوع بدا بانجاز ليبي غير مسبوق المنتخب الليبي لكرة القدم يتوج بلقب النسخه الثالثه لبطوله افريقيا لكره القدم للمحليين بعد فوزه بركلات الترجيح على نظيره الغاني التتويج صاحبه احتفالات عمت ارجاء المدن الليبيه في السعودية فريق النصر يحرز لقب كأس ولي العهد متغلبا في المباراة النهائية على الغريب التقليدي الهلال اللقب هو الأول للنصر بالكأس منذ أربعين عاما والفوز كسر احتكار الهلال لهذه البطولة تتويج النصر يأتي في موسم يبقى فيه الفريق الملقب بالعالمي المرشح الأول للفوز بلقب الدوري في مدينة دبي الإماراتية احتفظ الاسكتلندي ستيفن غالاجر بلقب بطولة دبي ديزرت الكلاسيكية للغولف والبالغ مجموع جوائزها مليونين ونصف مليون دولار المصنف الأول عالميا الأمريكي تايجر وودز اكتفى باحتلال المركز الحادي والأربعين ليفشل بذلك في الفوز باللقب للمرة الثالثة بعد عامي 2006 و2008 بأمريكا فريق سياتل سي هوكس يتوج بطلا لدوري الكرة الأمريكية بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره دينفر برونكوز بواقع 43 نقطة مقابل 8 نقاط في النسخة 48 لما يعرف بالسوبر بول اللقب هو الأول لسياتل سي هوكس بإنجلترا فريق تشيلسي يحقق الأفضلية بقمة الجولة الرابعة والعشرين بتغلب بملعب الاتحاد على مضيفه مانشستر سيتي ليحرم هذا الأخير من انتزاع الصدارة من أرسنال تشيلسي بات يتوفر على نفس الرصيد من النقاط لكن يحتل المركز الثالث بفارق نسبة الأهداف عن مانشستر سيتي الثاني وذلك ب 53 نقطة آسيويا تأهل المنتخب الاردني لنهائيات كاس اسيا لكره القدم المقامه عام 2015 باستراليا بعد فوزه على نظيره السنغافوري بثلاثه اهداف لهدف ليتاهل رفقه منتخب عمان عن المجموعه الاولى المنتخب الاردني اصبح سابع منتخب عربي يتاهل للنهائيات بعد عمان الامارات الكويت السعوديه البحرين وقطر بميلان الإيطالية قدم فريق أي ميلان لوسائل الإعلام لاعبه الجديد عادل تعرابط الذي تعاقد معه على سبيل الإعارة من فريق كوينز بارك رينجرز الإنجليزي النجم المغربي أعرب عن سعادته للانتقال للفريق الإيطالي وعن تطلعه للعب لجانب نجوم الفريق كالمهاجم ماريو بالوتيلي بميامي الأمريكية كشف النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكام عن نيته شراء فريق بالدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين، بيكام سينشئ نادي كرة قدم بميامي ويبدأ المنافسة بعد عامين على الأقل، وقد أعلن النجم الإنجليزي السابق عن نيته في جلب العديد من الأسماء البارزة في كرة القدم لحمل قميص ناديه الجديد. في دبي، انطلقت فعالية طواف دبي الدولي بمشاركة نخبة من افضل الدراجين العالمين الطواف الذي يعد الأعلى تصنيفا باسيا يشهد مشاركة 16 عشر فريقا يتنافسون عبر أربع مراحل مسار الطواف يتضمن أبرز معالم مدينة دبي كبرج العرب وبرج خليفة بإسبانيا لا زالت البطاقة الحمراء التي تلقاها كريستيانو رونالدو في المباراة ضد أتلتيكو بيلباو تمثل الحديث الأبرز للشارع الكروي الإسباني آخر التطورات حسب وسائل الإعلام الإسبانية إقدام اللجنة الفنية للتحكيم بالاتحاد الأسيوي لكرة القدم بإيقاف الحكم الذي أشهر البطاقة لمدة شهر ومنعه من تحكيم مباريات لريال مدريد حتى نهاية الموسم الحالي بعد أشهر من الانتقادات والتخوفات والاحتجاجات انطلقت رسميا الجمعة فعاليات أولمبياد سوتشي الشتوي بحفل كبير بملعب فيتش الأولمبي، الألعاب التي تقام وسط مخاوف أمنية كبيرة تستغرق 17 يوما وتكلف روسيا 50 مليار دولار. الدورة تشهد مشاركة حوالي 2800 رياضي ورياضية منهم أربعة عرب فقط منقسمون بالتساوي على المغرب ولبنان. لطالما أثارت قضية تأمين المراسلين الصحفيين في مناطق الحرب قلق وسائل الإعلام خاصة عندما يكون العمل في بيئة تتسم بعدم الاستقرار الأمني مراسلون في العراق يعيشون هذا الوضع ويواجهون تحديات أمنية بشكل يومي حول ذلك مراسلنا من العراق طارق ماهر ينضم إلينا من بغداد طارق لو تحدثنا باختصار كيف تتعايش مع هذا الوضع الأمني الخطير انفجارات كل يوم كيف تقوم بعملك في هذه الأجواء نعم ريتا مصادر القلق متعدده للعاملين او المشتغلين بمهنه المتاعب في العراق هنالك فعلا اكثر من عقبه او مشكله يواجهها الصحفي او الاعلامي كل يوم تبدا من مرحله التنقل خصوصا مع فرض اجراءات امنيه مشدده مع كل تفجير وهنالك الكثير من التفجيرات التي تحصل في العاصمه العراق العراقيه بغداد تحديدا. عندها نضطر للترجل من سياراتنا او كذلك من سيارات الاجره للسير لمسافات قد تصل الى 10 كيلومترات ونضطر التاخر ساعتين او ثلاثه هذه المشكله تجبرنا على التعاطي مع مزاج رجل الامن هذا المزاج الذي يوصف بانه متشنج في اغلب الاحيان بالاضافه الى ان عقليه رجل الامن لا تفهم اهميه الوصول الى العمل بقدر اهتمامه بتنفيذ الاجراءات الموكله اليه كذلك هنالك مشكله اخرى تتعلق باغلاق الطرق وتفتيش الماره كل يوم هذه الاجراءات التي نخضع لها حتى اصبحت جزءا روتينيا او مالوفا من حياتنا اليوميه ورغم الجوانب السلبيه التي نتعرض لها بهذه الاجراءات التي نواجهها كل يوم واحيانا لمرتين او ثلاثه نعم في اليوم الواحد لكننا في اغلب الاحيان نضطر للتعامل معها على اساس انها جزء من الواقع. طارق ماهر شكرا جزيلا على مشاركتك بعضا من معاناتكم اليوميه على الهواء معنا في الاسبوع، شكرا جزيلا. اذا في ختام حلقه الاسبوع هذه بعض الصور المتفرقه التي شهدها العالم.